يا ابني في حدا بيحط الكاسات هون؟ هلأ المعزين بيضربوهم على الرايحة والجاي. أمك ما علمتك كيف ترتيب الصفرة؟ يا خانم أنا ما تعلمت هالشي من أمي، تعلمته بالمدرسة. مبين مبين، لو أمك اللي علمتك كان بين عليك من الأول. أمينة، لو بالبيت كنتي هربتي من الشغل وما اهتميتي، بس بتحبي تبيني فهمانة قدام الناس، تركي الشباب يعرفوا يشتغلوا. لازم يخلصوا بسرعة، هلأ المعازيم بيصلوا. خير بيسان خانم، لوين؟ كمان رايحة وتاركتينا؟ أنا خانم، واجينا لهون بسرعة، ولازم روح على البيت مشان جيب تياب مرتبة البسون، والله تبهدلت قدام الناس، شوف تيابي شلون؟ إيه إذا هيك الحق معك، خلص نحن منلم الذهبات ونقطات الصغير. يلا بنتي، انتبهوا على حالكم. سامي، حياتي أبوك واقف لحاله، يلا قوم خلينا نساعده ونستقبل الضيوف. روحي أنت استقبل الضيوف معه، بما أنه بيهمك هالموضوع. سوزان، المفروض ذكرك لساتك على البر وفيكي تتراجعي، ما صار شي. كيف بدي اتراجع صفاء؟ مو شايفه شو جهز لي عمي وشو تكلف؟ خلص تأخرت، صار الوضع صعب. وينو سعيد؟ شو بيعرفني وينو؟ بيكون هون بشي محل. غريب، فكرت ما رح يجي ورح يهرب. معقول هالحكي؟ رح يجي وكمان مع منال. انتي عن جد ما فيكي عقل، كيف بتعزمي منال على عرسك؟ بعرف بدك تضايقي سعيد، بس ما فكرتي شو حيصير بعمك؟ طب انا شو ذنبي؟ غلطت وهيك طلعت من تمي، ما فكرت بعمي ولا بحدا. بعدين ما بتجي اصلا. وحياتك بتعملها، بتعملها وبتجي. اي وقت خلي سعيد يفكر له بشي حل. شو اعمل؟ خلص رح تبكيني ها؟ معقول بعرسك عم حس هيك؟ احمد بيك. اهلين يا حبيبي. مبروك. اهلين وسهلين. تفضل. اهلا وسهلا. سامي وينه غايب؟ هون كان بابا. هون وتاركني لحالي ما بيصير. روحي نادي له بسرعه، لازم يكون واقف جنبي. اهلين وسهلين. مبروك. اهلا وسهلا وشرفتوا. المبروك. تفضلوا. رايحه ناديله وارجع بابا. يلا بسرعه. ان شاء الله الف مبروك. اهلا وسهلا سامي. حبيبي بابا بده اياك، قال ما بيصير انه نوقف لحالنا، خليه يجي. مبروك احمد. اهلا، الله يبارك فيكي. وينك انت مو مبين؟ ليش تاركني واقف لحالي؟ انا بمكانه ابوها وانت اخوها سامي. ليكني اجيت بابا. احمد بي ان شاء الله الف مبروك. اهلين وسهلين. مبروك. سوزان شبك؟ ما بدك تلبسي؟ نجرب.
سامي وينك؟ كل واحد راح بجهة وتركني وأنا ضليت لحالي يا ابني. طيب بابا أنا جاي فورا ليكني. لا أنت واقف جنبي ولا سعيد، وشاهيناز قالت لي أنا هلأ بجي وما رجعت بنوب، اتصل فيها وشوف وينها. بابا لا تتلبك، هلأ بتصل فيها وبقلها تجي. خلص يا ابني على القليلة تعا وقف جنبي، مو حلوة. تعا يا ابني تعا. يا روحي انتي خلص رح تتجوزي اليوم، المفروض تنبسطي. تعرفي اني ماني حاسة شي بنو، يعني كيف لما الواحد بينجرح جرح كبير وباللحظة الأولى ما بيحس بالوجع، هيك أنا اليوم. سوزان شوفي قلبك شو بيقلك وردي عليه. لو رديت عليه أكيد ما كنت وصلت لهون. من الأول ما رديت على قلبي. طيب مو أنت قلتي لي فكري بالعقل والمنطق؟ مزبوط قلت لك، كنت عم فكر بمصلحتك ومستقبلك، بس هلأ لما شفت أنك مو مبسوطة وتعيسة، مو تعيسة منيحة، سعيد وينك؟ من زمان عم دور عليك يا ابني. يلا تعا صار لازم نجيب العروس. يلا تعا شبك بابا؟ ما بدي، روح انت. ليش يا ابني؟ بنت عمك عم تتزوج اليوم، تعا نروح نجيبها. يلا ليش مبحلق هيك يا ابني؟ لمرة واحدة بحياتك حس بالمسؤولية، لمرة واحدة بس لو سمحت. يلا تعا معي بسرعة. يلا لشوف. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.